بنات كتير جديدة في الالتزام سابته وانتكست بسبب بعض الملتزمين اللي عقدوها من الدين، شوية بالتشدد المبالغ فيه، شوية بالتقليل من همتها ومن أي خطوة بتاخدها، اللي هو أنت إيه اللي بتعمليه ده؟ ويبدأوا معاها بقى سلسلة من التلاكيك على لبسها على كلامها، لحد ما المسكينة تقول أنا تعبت منكم، مش عايزة أبقى معاكم، أنا هرجع تاني زي ما كنت عشان تحلوا عن زمايا. ما هو خد بالك وخدي بالك إن لو أنت اتولدتي وتربيتي في المسجد ففي بنات كتير بتترن كل يوم علقة بسبب انها عايزه تحط اشاره على شعرها. لو انت لقيتي اللي يلبسك النقاب من رابعه ابتدائي ففي بنات لو ابوها شافها بتصلي بيجيبها من شعرها، اقسم بالله هتسميه كفر او سميه زي ما تسميه، بس موجود. والبنات كتبت لي في التعليقات عن معاناتها انها مش عارفه تصلي، مش عارفه تلبس الحجاب، مش عارفه توسع لبسها، بيشوفها تقرا في المصحف بيضربها، زوجة نفسها تحفظ القران وزوجها لا عايز يوديها دار ولا عايزها تجيب حتى محفظه في البيت تحفظها ولا بيشحن لها باقه نت كبيره علشان تقدر تحفظ اونلاين. فانت بتتكلمي في ناس لسه بتحبي في الدين، لما تلاقيكي نشره بوست او بتكلميها باهانه مثلا عشان لابسه طرحه بيضه مش سوده او عشان لابسه دريس مش ملحفه ونقاب، في لمح البصر البنت هترجع للبنطلون وهتبقي انت السبب. ما هو في اللي بيحرض على المعصيه وفي اللي بيحرض على كراهيه الطاعه برضه، فخلوا الناس تحب الطاعه بالتدريج. يعني تخيلي مثلا الحجاب اتفرض امتى؟ هل اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله سيدنا جبريل عليه السلام او حاله ان الحجاب فرض؟ لا، الحجاب اتفرض في المدينه سنه 4 هجريا، يعني النساء عاشت في الاسلام من غير حجاب شرعي حوالي 17 سنه، 13 سنه في مكه واربع سنين بعد كده بعد الهجره في المدينه، وبعدين اتفرض الحجاب. وانا هنا طبعا مش ببحلك ان انت ما تتحجبيش عشان ما تجيش بنوته تقول لي اهو الحجاب اتفرض بعد 17 سنه من البعثه يبقى انا هقعد بقى 17 20 سنه لما يجي لي مزاج. لا، هناك فرق. احنا ربنا عز وجل اكمل لنا الدين خلاص والحجاب بقى فرض. زمان ما كانش فرض فما كانوش بيلبسوه، بس اول ما عرفوا انه فرض لبسوه. يعني احنا اول ما بنوصل لسن التكليف مأمورين بكل اوامر الله ومنهيين عن كل نواهيه. انت مش طالعه من الكفر للاسلام، لا، انت مولوده الحمد لله مسلمه والرساله عندك جاهزه وكامله. ونظام التدرج ده مش علينا احنا، ده كان ايام الصحابه والصحابيات، لانه كان مجتمع لسه بيتكون من جديد. كانوا بيطوفوا حوالين الكعبه عراف، كانوا بيشربوا الخمر كده زي كوبايه الشاي لا غنى عنها، فالمجتمع كله كان بيتسيستم من جديد. فبقول للاخوات واحده واحده على اللي لسه في بدايه الالتزام، حتى ربنا عز وجل فرض عبادات كتير قبل الحجاب، فلما تلاقي واحده مش محجبه عاشت عمرها كله من غير حجاب وعملت حاجه حلوه ما تجيش تقول لها انت مش محجبه اصلا ومفيش حاجه هتتقبل منك. ليه مفيش حاجه هتتقبل؟ ايش عرفك؟ باذن الله ربنا عز وجل ياجرها على الحسنات، ولو اراد انه يعاقبها على خلعها للحجاب ده موضوع تاني، ومش بيمحو الطاعات التانيه اللي هي عملتها على فكره. الحساب ده بتاع ربنا احنا ما نتدخلش فيه، احنا ننصح وبس وبالحسنى كمان. وانت بشطارتك بقى تحببيها فيه، مش يمكن تسبقك وتتحجب وتنتقب كمان وتبقى معلمه ولا محفظه قران زي القمر، ولا قدر الله تنتكسي انت وتخلعي حجابك خالص وتمشي بشعرك وبالجنس. بتحصل وحصلت كتير. وفي حد فينا ضامن قلبه وايمانه؟ فالشاهد من كلامي ايه؟ ان لو انت ملتزمه واحده واحده بقى على اللي لسه في بدايه الطريق، ما تحسسيهاش انها مجرمه عشان هي لسه في البدايه. محدش بيتولد من بطن امه بلحيه ونقاب، محدش بيتولد بالسبحه والمصليه. الصحابه نفسهم كانوا كفار قبل الاسلام، ودي مسلمه يعني الحمد لله وفرت علينا كتير، فمش عايزينها تهرب مننا الله يبارك لكم، لانها هتلاقي في المقابل ناس تانيه مالهمش دين هياخدوها بالاحضان. واشوفكم على خير باذن الله، وكنت معاكم كنزي زهره.